وينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي للحديث بشكل أكبر عن أداء الأسواق العالمية. أهلا بك رائد. بداية الاقتصاد الأمريكي بعد رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس وأيضا أرقام الوظائف التي صدرت مؤخرا، كيف تقيم؟ يعني نحن ننتظر بيانات مهمة كمان خلال تعاملات هذا الأسبوع وهي بيانات التضخم حتى نقف تماما على قوة الاقتصاد الأمريكي. خلينا نبدأ أولا مع أعلانات أرباح الشركات. نحن عندنا أكثر من يعني بنسبة 78% من الشركات التي تم إعلان أرباحها كانت جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أنه سوق العمل مثل ما شفنا يوم الجمعة كانت البيانات جدا ممتازة. تعتبر ضعف التوقعات أظهرت قوة سوق العمل التي يعول عليها كثيرا الفيدرالي الأمريكي، وأن النمو الاقتصادي موجود طالما التعافي بسوق العمل هو مستمر وقائم. الآن النقطة الأخيرة التي يعني أغفلها سابقا الفيدرالي الأمريكي وسببت تفاقم الأزمة وهي مستويات التضخم، ننتظر أنه هل فعلا رفعات أسعار الفائدة والتشدد الكبير الذي أظهره الفيدرالي الأمريكي رفعتين متتاليتين ب 75 نقطة أساس، يعني هذا تعتبر يعني سابقا منذ عقود لم يقم بذلك الفيدرالي الأمريكي، هي سياسة تشددية حادة تؤثر، لأنه نحن لما نرفع أسعار الفائدة بهذا الشكل القوي فنحن نسحب السيولة ونسحب التعافي الاقتصادي الذي تم تحقيقه، لأنه عم نرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمنشآت. بالتالي هل التضخم يتجاوب؟ التوقعات حتى الآن تشير إلى أنه سيتراجع التضخم إلى مستويات 8.6، وذلك من القراءة السابقة اللي هي عن 9.1%. وإذا تم التراجع فأعتقد الاقتصاد الأمريكي أداؤه ممتاز جدا سيكون في الفترة الحالية. طيب إذا لم تنكسر مستويات التضخم، هل هذا يعني بأن الفيدرالي سيتجه مجددا لرفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس؟ لا يوجد حل آخر بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. نحن عندنا إذا كانت قراءة التضخم تفوق مستويات 9.1%، إذا حتى ال 75 نقطة أساس بالرفعة الواحدة ربما غير كافية من قبل الفيدرالي، وربما 100 نقطة أساس قد نشهدها في الاجتماعات القادمة، على الرغم من كل ما يتم يعني ذكره من أنه رفع أسعار الفائدة يضر بالاقتصاد الأمريكي، ولكن هو السلاح الوحيد لدى الفيدرالي الأمريكي لضبط جماح التضخم من أنه يرتفع عنا بشكل أكبر، لأنه ارتفاع التضخم بشكل أكبر سوف يؤدي بصورة غير مباشرة أيضا إلى إضرار بسوق العمل وفقدان الوظائف، ومن ثم يعني ندخل بدائرة الكساد والركود بشكل أقوى. ضمنيا بيانات الجي دي بي التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أنه في عندي تراجع، وبالتالي الانكماش موجود في الاقتصاد الأمريكي. الآن النظرة راح تكون يعني نوعا ما إيجابية، نحن متوقعين أن يكون أقل وأن يتفاعل، ولكن ما هي درجة التفاعل تهم بشكل كبير، هل سينخفض إلى التوقعات أو إلى ما دون التوقعات. طيب بالنسبة لأسعار النفط، هل سوف تنجح بالتماسك قرب مستويات $100 للبرميل؟ يعني رأينا مستويات اليوم تقريبا 93-97 ما تقارب $98. صحيح، نحن عم نشوف النفط صحح بعض الشيء من الانخفاض الحاد الذي شهده في الأيام القليلة الماضية، ذلك نظرا أنه نحن عم نشوف كمان ضعف بالدولار الأمريكي قبيل بيانات التضخم. نحن انخفض الدولار الأمريكي كمؤشر من مستويات 107 وعم يتراجع بعض الشيء، أو هو تحت الضغط إن صح التعبير. بالنسبة للنفط بحد ذاته، نحن في عنا تخوفات والقلق من الطلب المستقبلي أنه يكون تحت ضغوط الركود العالمي ينضغط للاتجاه الهابط الطلب، بالتالي يضغط ذلك على أسعار النفط. أعتقد الآن بدأ المستثمرون يقيمون يعني مستويات النفط بطريقة أفضل، أنه في عندي المعروض يوجد صعوبة كبيرة برفعه إلى المستويات المستهدفة، وفي نفس الوقت يعني الطلب بدأ يتحسن بعض الشيء كنظرة إيجابية له في الفترة القادمة. إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك ولتواجدك معنا. شكرا لك.